صباح الفل على حضراتكم مرة تانية، وهنبتدي النهاردة كلامنا مع الدوري المصري الممتاز دوري النايل. امبارح أقيمت مباراتين في إطار ختام الجولة الأولى من عمر دوري النايل. المباراة الأولى كانت بتجمع ما بين الإسماعيلي وغزل المحلة واحتضنها ملعب الإسماعيلية، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أي أهداف بعد أداء ولا أروع ولا أجمل من الفرقتين، خصوصا طبعا نادي الإسماعيلي واللي قدم مباراة حلوة قوي قوي، وكان برضو قريب جدا إن هو سجل في مرمى عامر حارس مرمى غزل المحله، وللاعب ناقص لاعب في الربع ساعه الاخيره من عمر اللقاء. والاجمل اكيد في المباراه دي كان الحضور الجماهيري، وكان الالتزام كمان الجيد جدا من الجماهير ومن اللعيبه كمان، وفي المجمل هو اداء جيد من لعيبه الاسماعيلي ومن لعيبه غزل المحله ومن الثنائي كمان كابتن حمد ابراهيم وكابتن احمد عيد مدرب فريق غزل المحله. اما المباراه الثانيه فكانت بتجمع ما بين النادي الاهلي مع فريق سيراميكا كليوباترا، واحتضنها ملعب السلام، وهي طبعا افضل مباراه في الجوله بلا منافس، وانتهت بفوز كبير جدا للنادي الاهلي، نتيجه كبيره، نتيجه 5-2. فريق سيراميكا كليوباترا قدم شوط اول مثالي ونجح ان هو يوصل لمرمى الحارس المتالق جدا 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 محمد الشناوي اكتر من مره، يمكن 4 أو 5 مرات، برغم ان الشوط انتهى بتقدم النادي الاهلي بنتيجه 2-1. سجل في البدايه حسين الشحات في اول 3 دقائق من خطا كبير اكيد كان من مدافع فريق سيراميكا كليوباترا احمد رمضان بيكهام، وبعديها عدل سيراميكا كليوباترا النتيجه وسجل احمد بالحاج من ضربه جزاء وصنعها المتالق محمود زلاكه، وبعد كده سجل قبل نهايه الشوط الهداف الكبير اكيد وسام ابو علي الهدف الثاني من تسديده اصطدمت بالحائط وبعد كده سكنت في شباك محمد بسام. ولكن بقى الشوط الثاني ضيع لعيبه سيراميكا كليوباترا اكتر من انفراد، تصدي ليهم اكيد الحارس الكبير محمد الشناوي. في الشوط الثاني سجل النادي الاهلي 3 اهداف، وده كان عن طريق وسام ابو علي وبعد كده حسين الشحات وبعد كده طاهر محمد طاهر في الدقائق 46 و60 وال72. وبعد كده سجل احمد قندوسي هدف فريق سيراميكا كليوباترا الثاني قبل النهايه ب10 دقائق، اكيد تفوق فريق سيراميكا كليوباترا في الشوط الاول، ونجح النادي الاهلي ومديره الفني كابتن مارسيل كولر ان هو يفرض شخصيته الكامله على المباراه في الشوط الثاني، وفاز على نادي فريق سيراميكا كليوباترا بخماسيه مقابل هدفين في افتتاحيه مباريات الفرقتين في دوري النايل. وكان اكيد يقدر النادي الاهلي ان هو يخرج بفوز اكبر، واكيد طبعا يعني الفوز ده بالنسبه للنادي الاهلي هو الاكبر في الفتره اللي فاتت دي في مسابقه الدوري. كان يقدر كمان النادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم ان هو يسجل 6 أو 7 أهداف، لان دفاع فريق سيراميكا كليوباترا كان بعيد تماما امبارح عن مستواه المعروف عنه. كمان خليني اقول لحضراتكم سريعا تشكيل المباراه اللي ابتدى بيه النادي الاهلي. مستر مارسيل كولر بدا المباراه دي بتشكيل كان في حراسه المرمى محمد الشناوي قصاد يحيى عطيه الله، يوسف ايمن، رامي ربيعه، اكرم توفيق، وفي الوسط كان في احمد نبيل كوكا، امام عاشور، مروان عطيه، وبعدين الثلاثي حسين الشحات، وسام ابو علي، وطاهر محمد طاهر. وفي الشوط الثاني نزل خالد عبد الفتاح مكان يوسف ايمن، ونزل كمان محمد مجدي قفشه مكان احمد نبيل كوكا، ونزل بيرسي تاو مكان حسين الشحات، عمرو السوليه كمان نزل مكان امام عاشور، ورضا سليم نزل مكان طاهر محمد طاهر. الف مبروك للنادي الاهلي، مكسب مستحق جدا جدا في اول مباراه ليه في الدوري المصري الممتاز او في دوري النايل، وهارد لك اكيد لنادي سيراميكا كليوباترا، عندهم سكواد قوي جدا، لكن هم محتاجين يعني يكون عندهم أو يكون في الفريق شخصية أقوى وجرأة أقوى هجوميا بشكل منظم أكيد قصاد مرمى المنافس. فيعني
هنرجع مرة تانية أكيد لدوري النايل، مرة تانية لمبارياته يوم الخميس يوم 7 نوفمبر إن شاء الله، عشان نبتدي منافسات الجولة الثانية، وبعد كده زي ما أنتم عارفين هيكون في توقف.